خويا بالنسبة لعلو السراب وخويا هو راه حرام دائما، الله سبحانه وتعالى راه حرام وقال لك وراه هو أم الخبائث، قال لك قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، والله سبحانه وتعالى كيقبل التوبة عن عباده. يعني الإنسان لكان مدمن على شي حاجة، أي واحد مدمن يعني سواء الكحول ولا أي حاجة، نحاولوا حنايا تكون المودة بيناتنا، يعني نعامل الإنسان بالرحمة. قال لك الله سبحانه وتعالى عامل الإنسان بالرحمة يرحمك الله، عامله بالستر يسترك الله، فهمتيني؟ ماشي واحد الإنسان نشوفه كي يقول حاجة نقولوا راه فلان راه عاملتيه بالستر يسترك الله سبحانه وتعالى. وربما لو بغيتي نطولوا شوية الموضوع، راه كاينين واحد الأحاديث اللي كان واحد الإمام فعد الرسول فعد النبي عليه السلام، كان واحد السيد شاف في المنام ديالو، بان واحد السيد غيكون في الجنه مع سيدنا محمد عليه السلام. قال لي اني رايت فلان رفيقك في الجنه، وهذاك الامام ناض الغد ليه ومشى بقى كيبحث على ذاك السيد غيسول عليه. وذاك السيد هو مسكين ماشي كان متقي، لا كان كيدير جميع المعاصي، مشى من هذه البلاصه لهذه البلاصه غاتشي فعاد النبي عليه السلام، وبقى تيقلب على ذاك الانسان. وملي سول عليه شي ناس وكيسول عليه واحد سول عليه سميتو الناس وكايا قالوا ليه ما لقيتي على من تسول هذا السيد، راه كيفعل جميع المعاصي كيدير هذه، ولكن هو اصر انه يمشي عليه، لان في الحديث قال لي راه غيكون رفيق الرسول عليه الصلاه والسلام في الجنه. ومن بعد غادي يلقى البلاصه ديالو، غادي يمشي عنده وغادي يستقبلو، قال لي دابا في الباب ديالو، قال لي واش طالب ضيف الله، ودخل عنده. ولكن ذاك السيد شرط عليه شروط، قال لي راه غادي تدخل عندي الدار وغادي تريح في ديك البلاصه، ما غتهضرش غتبرك تما اللي قلت لك غديرها، وريح عنده تمايا. السيد دخل عنده وي داك السيد وي، وبالفعل هو كيدير المعاصي ويجبد القرعه ديال الخمر ويحلها. وهذاك راه امام، شاف واش بدي القرعه ديال الخمر، الامام ما تقبلهاش في النفس ديالو، قال اين امام وبغى يعرف المغزى من وراء داك الشيء، وبقى صابر. ولكن في الاخير شنو غادي يقول ليه؟ يقول ليه شنو المقصود ديالك، علاش جيتي عندي؟ ويقول ليه راه بان قال لي راه قال لي باني غادي نكون رفيق ديالك في الجنه. قال لي اشنو هو الحسنه وشنو هي الحاجه اللي درتي في هذه الدنيا اللي غتخليك غادي وسبحان الله العظيم هو غتكون عنده حسن الخاتمه عنده ان شاء الله اللي غتكون. واش قال لي؟ قال لي حاجه اللي درت في الدنيا، قال لي كندير جميع المعاصي، قال لي كندير الخمر، كندير هذه. وديك الساعه قال لي من هذه الساعه، ديك الساعه مسكين حيد ديك القرعه ديال الخمر ديك الساعه على حاس في البلاصه. وهذاك الامام قال لي انا راه غدا ان شاء الله عندي يا ربي، هو غادي يقول لي الحسن اللي دار. قال لي بان واحد السيده كانت واحد الانسانه كانت حامل، غادي يسترى في الدنيا، كانوا الاهل ديالها هذيك الوقت عهد النبي، كانت هذيك السيده لو كون الاهل ديالها شدوها غادي يقتلوها، كان المصير ديالها هو الموت. هذيك الساعه كانوا كينفذوا واستراها هويا وخداها واسترها، هذيك الحسن اللي كان داه. ولكن هو الخاتمه ديالو بانه فين غادي يموت؟ غادي يموت مسكين في الحج، كان هذاك الامام الغد ليه غادي مسكين عنده سميتو غادي يحجز واحد سميتو غيمشي للحج، هو قال لي انا توبت الى الله من هذه اللحظه هذه وحيد هذاك الخمر وقال لي غنمشي معك للحج. ومسكين اللي مشي مع الحج كانت حسن الخاتمه ديالو بانه غيتوفى في الحج، وكانت حسن الخاتمه وربي سبحانه وتعالى غفر لي، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن زحزح عن النار ادخل الجنه فقد فاز، يعني راه فوز، يعني هذه راه من اللي قادرين يقطعوا الشراب 40 يوم ورا ما خويا 40 يوم تصنت لي الاخ شي 40 يوم راه ما كايناش في القران، راه اي حاجه لان المرشد ديالنا في العلم هو القران. القران ما قالش ما كايناش 40 يوم هذيك ديال الاطباء، شي الله سبحانه وتعالى قال لك توبه، الله سبحانه وتعالى كيقبل. على نقول انت تسنى 40 يوم ولا خذ ربي الروح ديال القبر 40 يوم، الله سبحانه وتعالى يقبل التوبه تاع عباده ما لم يغرغر ما حد الانسان بقى الروح في الجسد ديالو وما حد القلب ديالو سميتو القلب ما حد بقى فيه الروح، الله سبحانه وتعالى قابل عليه التوبه ديالو. سمعتي؟ اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.